حد خاطر توا الناس تحث عليه كانوا يعني كان بيستود ولا حاجه كان هكا جيمس بوند. اما لا خاطر الموسيقى ذكرتني زاد شويه ببعض الافلام تاعتنا. على كل حال سي شكري بالعيد ما جاش توا، ما موجود قبل في الحياه السياسيه، ربما في بدايه التسعينات وقت اللي اهالي سليانه عملوا تحركات هذيك. شكري بالعيد ما كانش يعني يقود في التحركات هذيك في سليانه. ما كنت وجدت فيها وقتها. ما كانش يقود فيها، بل انه معناتها هو الطرف اللي كان يمثله، التيار اللي كان يمثله كان طيله فتره التسعينات، هو احد مؤسسي الطرف نتاعو سي عبيد البريكي، كان عضو مكتب التنفيذي مع اسماعيل السحباني طيله التسعينات، وهما من وقت المكتب التنفيذي هذاك اللي اسس وركز المناوله اللي تضرت منها داير ضروا منها اهالي سليانه. دونك انا ما نجمش نمنح له حتى بطوله من الناحيه هذه، لكن بالتاكيد فما مسؤوليه سياسيه نراوها نحن حزب المؤتمر، مسؤوليه سياسيه نقول. مسائل الجنائيه والاجراميه خليوها للناس اللي عندها دوسيات. مسؤولية سياسية تتمثل بالنسبة لنا في أنه التصعيد بدون أي بطريقة الأوامر. أحيانا اتحاد الشغل، اتحاد الشغل اتحاد يعني منظمة معقدة فيها برشا أشياء، فيها نقابيين مهنيين وفيها زادة ناس تعمل في السياسة، ناس منخرطة في العمل السياسي. تو مثلا قبيلك الدير سمعنا سي شكري بعيد كانوا يتكلم باسم اتحاد الشغل، كانوا قال لنا بون عندكم تو هذه الحوار، وقلنا لكم اجيو للحوار وقت اتحاد الشغل، يعني كان ما تجي اما تجيو للحوار مع اتحاد الشغل على نفس الطاوله مع نداء تونس، والا اغزر شنو ينجم يجرى اونتر بارونتيز شنو ينجم يجرى. خاطر انا البارح برك كل اللي سمعت اللي باش تعملها هيئه اداريه، مش سمعت وتصريحات علنيه بالنسبه للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، فما هيئه اداريه، فما المطالبه ايضا باقاله والي صفاقس. كانوا توا الدومينو الدومينو نتاع سامحني خلينا نتكلم الحقود لا 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 ما تزيدش عليا على اتحاد الشغل، ما عنديش انا تربيت في اتحاد الشغل ونظر في صبعي في اتحاد الشغل. لا 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 ما تزيدش عليا، ما تزيدش عليا على اتحاد الشغل، ما تزيدش عليا. اتحاد الشغل منظمه معقده، كيف فيه نقابيين مهنيين يدافعوا على مصالح الشغيله ومصالح الناس وبشكل جدي ويبحثوا حقيقه عن الحوار، كيف ناس اخرى تعمل في السياسه تو في الميدان. نعطيك حاجه، اهالي سليانه مشاو وخدموا على رواحهم وطلبوا التشغيل وهبطوا للميدان وهبطوا ويدافعوا على حقوقهم، لكن في نفس الوقت شكون نلقاو بحذاهم؟ نلقاو في نفس الوقت الجبهه الشعبيه اليد في اليد مع حركه نداء تونس في سليانه. نعرفوا الناس اللي كانت موجوده حتى تيوف النقابه حتى نتاع ولايه تونس، فما ناس نعرفوها اعضاء في هذه حركه نداء تونس. هل الالتقاء هذا الغريب، هل الالتقاء اللي يظهر لبعض الناس غريب بين هالمجموعات هذه، ومانيش في العامه مع الجبهه الشعبيه خاطر فما برشا مناضلين في الجبهه الشعبيه نحترمهم، بين هالمجموعه بعض المجموعات هذه وبين نداء تونس او نداء الناس اللي كانت موجوده في التجمع، مش غريب راه خاطر في التسعينات الكل تعدى تحالف من نوع هذايا. وين النزهه هاني سليانه على الشيء هذايا، والناس اللي تحب تركب والناس اللي عندها مشكله مع نتائج الانتخابات الاخرانيه ولا سميتهم جرح الانتخابات، مش لانه فما مشكله حقيقيه في الاتجاه هذايا، بل لانه فعلا في حاجه لانه نخرج مع الحالة النفسية وننساو تحميل المسؤولية متاع انت الطامة الكبرى وانت الشيطان وانت بيك وانت عليك، ونخمو شنو اللي نجم يخلينا نوصلوا للانتخابات القادمة. خاطر هذيك اهم ناس عندك مشكلة حلها في صناديق الاقتراع في الانتخابات الجاية. تعقيب على الكلام يكون في قول في طارق الكحلي، وخاصة شكري بلاش، ايش كانوا يعملوا قياداتكم في سليانة؟ كانوا يعملوا